السلام عليكم. كلنا يعلم بقصة سيدنا عيسى عليه السلام وأنه ولد بمعجزة إلهية من غير أب، وكلنا يعلم أن أمه هي مريم عليه السلام. ولكن هل تعلمون من هي مريم عليه السلام وما قصتها؟ لما اختارها الله تعالى لتكون أم عيسى عليه السلام دون غيرها؟ وماذا حل بها بعد ولادة عيسى عليه السلام؟ في هذا المقطع سنروي لكم قصة مريم ابنة عمران عليه السلام بتفاصيل لا يعلمها إلا القليل من الناس، فتابعوا معنا. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة، تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس. كانت سيدتنا مريم من آل عمران، ويعود نسبهم إلى سليمان بن داود عليهما السلام. وكان أبوها عمران رجلا صالحا متعبدا، ويعلم الكهنة والناس الدين والشريعة الإلهية. وكانت أمها تدعى حنة، وكانت عاقرا لا تنجب. وفي أحد الأيام رأت طائرا يطعم فرخه، فاشتهت الأولاد، فنذرت لله تعالى إن رزقها بولد أن تهبه لخدمة بيت الله والعبادة، فتقبل الله دعاءها ورزقها طفلة وهي مريم عليها السلام. وتوفي والدها عمران خلال حملها، فولدت يتيمة الأب، والبنت لا تقوم بالخدمة في المسجد كما يقوم الرجل، لكن حنة كانت قد نذرت أن تهب وليدها لخدمة بيت الله والعبادة، فتقبلها الله منها. كما كانت والدتها قد كبرت في السن ولا تقوى على تربيتها لوحدها، فتسارع الكهنة ورجال الدين لتربيتها عندهم وكفالتها وتعليمها العبادة والشريعة، وذلك حبا بوالدها الذي كان أستاذهم وكبيرهم. وكان بينهم نبي الله زكريا عليه السلام، وكان زوج خالة مريم، وأراد أن يكفلها وحده، فأواه الله تعالى عند زوج خالتها نبي الله زكريا، فكبرت مريم عليه السلام وتربت في المسجد على طاعة الله وعبادته، وكانت عناية الله لا تفارقها، حتى أن زكريا عليه السلام كان يدخل ليراها فيجد عندها ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء في الصيف، فيتعجب لذلك ويسألها عن مصدر هذا الرزق، فتجيب إنه من فضل الله تعالى. قال تعالى: وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. اصطفى الله تعالى مريم واختارها لتكون والدة عيسى عليه السلام. وفي يوم من الأيام كانت مريم تتعبد الله في خلوتها، فأرسل الله لها جبريل عليه السلام بصورة رجل رزين، ففزعت مريم منه واستعاذت بالله من شره، فأجابها بأنه ملك أرسله الله إليها لينفخ فيها من روحه ويرزقها بولد بقدرة الله تعالى، ويجعله معجزة للناس ودليلا على قدرة الله عز وجل. قال تعالى: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. انصدمت مريم بما سمعت، فكيف يكون لها ولد وهي عذراء من دون زوج ولم يمسسها ذكر في حياتها؟ فأجابها الملك أن ذلك هين على الله تعالى الذي خلق البشر من طين، وأن كل شيء تابع لقدرته تعالى، فسلمت أمرها لله عز وجل، فهي تعلم أن الله لن يضيعها، وتعلم أنه اختبار من الله تعالى لها، فكيف ستبرر حملها أمام قومها وأهلها؟ وبعد أن حملت مريم وبدأت علامات الحمل تظهر عليها، خرجت من محرابها في بيت المقدس إلى مكان تتوارى فيه عن أعين الناس حتى لا تلفت الأنظار إلى حملها، فحان موعد الولادة، وبدأت آلام المخاض العظيمة تصيبها وهي لوحدها، ليس معها من يعتني بها ويهون عليها مصيبتها، فاضطرت أن تذهب وتستريح تحت نخلة في العراء حتى يتم الأمر، واجتمعت عليها الآلام والهموم حتى تمنت الموت لتستريح من كل ما تمر به. قال تعالى: فأجاب
جاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولكن الله تعالى لم ينساها، وهو خير رفيق ومعين، فأنطق طفلها في رحمها فقال لها يا أمي لا تحزني ولا تخافي، فإن الله سيهون عليك، وهز النخلة لتأكلي من ثمرها وتتقوي على الولادة. قال تعالى فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وفي رواية أن جبريل هو من ناداها وأخبرها ألا تحزن وأن تهز جزع النخلة. ولدت مريم عليه السلام وحملت رضيعها المبارك بين يديها فرحة به، ولكن كان أمر قومها يشغل بالها، فهم لن يصدقوا ما حصل معها وسيتهمونها بالفاحشة. فأرشدها جبريل عليه السلام كيف ترد عليهم، فأمرها إن شاهدت أحدا من الناس وسألها عن الطفل أن تقول له بلغة الإشارة أنها نذرت الصوم ولا تستطيع الكلام، وكان الصوم في شريعتهم ترك الكلام والطعام وليس الطعام فقط. قال تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبعد أن تعافت مريم من آثار الحمل حملت رضيعها وذهبت به إلى قريتها حيث قومها، وعندما شاهد قومها أنها تحمل رضيعا معها امتلأت وجوههم بالدهشة والشك واتهموها بالفاحشة، وقالوا لها يا مريم من أين لك هذا الطفل؟ لقد ارتكبت فاحشة عظيمة وبهتانا كبيرا، ولم نعهد من أهلك إلا الصلاح والإيمان، فلما فعلت ذلك وارتكبت هذا الذنب العظيم؟ فما كان من مريم عليها السلام إلا أن أشارت إلى الطفل بيدها من دون أن تتكلم بكلمة واحدة، فقد أخبرها جبريل عليه السلام ألا تكلم أحدا من البشر، فاعتقد الناس أن مريم تستهزئ بهم وتسخر منهم، فكيف لهم أن يكلموا طفلا عمره أيام؟ ومنذ متى كان الرضيع يفهم ويتكلم؟ فنظر زكريا عليه السلام للرضيع وقال له انطق بحجتك إن كنت أمرت بها. وهنا حدثت المعجزة المذهلة والمفاجأة العظيمة، لما سمع عيسى عليه السلام كلامهم وإنكارهم ترك الرضاع وأقبل عليهم، فتكلم الرضيع في المهد ودفع عن أمه الطاهرة فقال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا أول كلام تفوه به عيسى بن مريم، صدم الناس لما سمعوا كلامه ولم يصدقوا أعينهم، رضيع يتكلم، كيف حدث ذلك؟ لابد أن تلك معجزة إلهية وأن مريم صادقة وبريئة، فقد برأ الطفل أمه مما نسبه إليه الجاهلون وقذفوها به، فلما كلمهم صدقوها وآمنوا بما نطق به الطفل المبارك، فانشرح صدرها وحمدت الله تعالى على نعمته، واشتهرت قصة عيسى عليه السلام في كل البلاد، حتى خاف الملوك من القوم على عرشهم وثروتهم فأرسلوا إليه من يقتله حتى يخلصهم منه، فهم يعلمون أنه إن كبر سينتزع الملك منهم بنبوته. فعلمت مريم عليه السلام بالمكيدة التي حاكها الملك ضد ابنها، فحملته وسافرت به إلى مصر بعيدا عن من يريد إيذاءهم، وبقيت في مصر حتى بلغ عمره 12 سنة، ثم أمرهم الله تعالى بالعودة إلى بلاد الشام، فرافقها ابنها وعاد إلى قومهما. ثم كان من قصة سيدنا عيسى عليه السلام مع قومه ما كان خلال 20 سنة من حياته معهم، والدعوة إلى الله تعالى والمعجزات الإلهية، حتى مكر قومه به وهموا لقتله وأنجاه الله تعالى منهم. وعاشت مريم عليه السلام 53 سنة، وتوفيت بعد أن رفع الله تعالى نبيه عيسى إليه 5 سنوات، وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين 4: مريم ابنة عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد رسول الله.
نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبك المقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له ومشاركته مع من تحب، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة تشجيعا لنا والضغط على زر الجرس، فتفعلوا زر الجرس مهم وضروري جدا حتى تصلكم مقاطعنا القادمة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.